بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الأميرة نوف بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في برقيته عن خالص عزائه ومواساته لخادم الحرمين ولأسرة آل سعود الكرام بوفاة المغفور لها، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبو ظبي الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا الذي يقوم بزيارة عمل للدولة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه تحرص على مد جسور التعاون وتقوية أواصر العلاقات الثنائية مع جمهورية غينيا بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. واستعرض الجانبان العلاقات القائمة بين الجانبين والسبل الكفيلة بتطويرها، كما جرى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية. أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين اعتمادها القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الوطنية الاتحادية 2015، وذلك بعد انتهاء فترة الطعون والنظر فيها. وتضم قائمة المرشحين 96 مرشحا من إمارة أبو ظبي و62 مرشحا من إمارة دبي و61 مرشحا من إمارة الشارقة و41 مرشحا من إمارة رأس الخيمة و23 مرشحا من إمارة عجمان و20 مرشحا من إمارة أم القيوين و 38 مرشحا من إمارة الفجيرة. وشكلت نسبة المرأة في قائمة المرشحين النهائية 22% بواقع 76 مرشحة في الدولة. وللمزيد من الطرح ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة المستشار منصور بن نصار رئيس لجنة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني. سعادتك مرحبا بك. مرحبا، مساء الخير. سعادتك، كم وصل عدد المرشحين بشكل كامل وكيف تقيمون الرقم؟ يعني الحمد لله في إمارة الشارقة بعد ما انتهت فترة الطعون على المرشحين والانسحابات اللي سجلناها وصلنا 61 مرشح رسمي معتمد من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات إن شاء الله. نعم. بالنسبة للعدد أنا أشوفه يعني جيد، يعني إذا مقارنة مع إذا بنقارنه بالانتخابات السابقة ونقيس مدى الوعي والنضج السياسي اللي تحقق في المجتمع بفضل الحملات اللي قامت بها اللجنة الوطنية للانتخابات، أنا أعتقد أن العدد جيد، والهدف في النهاية مش كثرة العدد بقدر ما نحن نتكلم عن نوعية المرشح نفسه يعني. نعم، جميل جدا. أستاذ، سمعنا عن طعون تم تقديمها في لجنة الشارقة، فهل هناك طعون أخرى؟ لا، هو طعنين تم تسجيلهم على اثنين من المرشحين، وصدر قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بقبول الطعون وحذف المرشحين من القائمة. نعم، المرحلة القادمة الآن بعد إعلان القائمة النهائية. الحين عندنا طال عمرك عملية الحملات الانتخابية، طبعا نحن نبارك للمرشحين اعتمادهم النهائي، والآن فترة الحملات الانتخابية من تاريخ 6 سبتمبر لغايه تاريخ 30 سبتمبر اللي هي قبل اليوم المحدد للانتخابات ب 48 ساعه اللي هي الفتره اللي يسمونها فتره الصمت الانتخابي. نعم. سعادتك، هل من كلمه توجهها للمرشحين والناخبين في آن واحد؟ بالنسبه للمرشحين يعني انا انصحهم الالتزام بالتعليمات التنفيذيه فيما يتعلق في ضوابط الحملات الانتخابيه، عليهم مراجعه لجنه الاماره لاعتماد خططهم الانتخابيه والتصريح بالتكلفة الأموال والتبرعات اللي ممكن يتلقونها للإنفاق على حملاتهم الانتخابية. أما بالنسبة للناخبين أنا يعني أرجو أن نحن نشوف أقبال كبيرة إن شاء الله من إخواننا الناخبين في الأيام المخصصة للانتخابات، سواء كانت الانتخابات المبكرة
الأيام المبكرة أو كان في 3 أكتوبر إن شاء الله 2015 بإذن الله. بإذن الله تعالى. سعادة المستشار منصور بن نصار رئيس لجنة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني، شكرا جزيلا لك. أشاد مجلس الوزراء اليمني بحملة عونك يا يمن التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن وتقديم المساعدة لأكثر من 10 ملايين شخص تأثرت أوضاعهم نتيجة الأزمة التي يشهدها البلد. وتأتي حملة عونك يا يمن التي تستمر مدة شهر لحشد الدعم لصالح برامج ومشاريع الهيئة الموجهة للمتأثرين من الأحداث في اليمن وتخفيف معاناتهم ضمن قافلة العطاء والدعم للأشقاء في اليمن. جددت وزارة الداخلية دعوتها إلى الآباء والأمهات لاستخدام تطبيق حمايتي عبر الهواتف الذكية تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد وتعزيزا لسلامة الأطفال وحمايتهم والتواصل معهم على مدار الساعة. أولادنا أجمل ما وهبنا الله في الحياة، وإن استهداف الأطفال ناقوس خطر ينذر بالكثير، ففي كل 40 ثانية هناك طفل يخطف أو يفقد حول العالم، وأكثر من 70% من حالات اختطاف الأطفال تتم خارج المنزل من قبل غرباء ضمن مسافة 400 متر من محيط منزلهم، حيث يسعى الغرباء للتواصل معهم واستدراجهم. إن اختطاف الطفل هو ذروة الألم للوالدين، ونظرا لأن أكثر من 80% من أطفال العالم يتعاملون مع التقنيات الحديثة من سن مبكرة، حيث تشير التقديرات بأن شخص من بين كل 5 أشخاص سيمتلك هاتفا ذكيا في نهاية هذا العام. وحرصا من وزارة الداخلية بأن تبقى دولة الإمارات العربية المتحدة بمنأى عن هذه الظاهرة وتلبية لمطالب أولياء الأمور، أطلق مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل برنامج حمايتي، وهو تطبيق للهواتف المتحركة يوفر مظلة آمنة لتعزيز حماية الأطفال، كما يعطي الوالدين ميزة التتبع الإلكتروني لأبنائهم، ويقوم البرنامج بإرسال رسالة تنبيه في حال تأخر وصول الطفل إلى المدرسة، وفي نفس الوقت يمكن للأبناء إرسال نداء استغاثة في حال شعروا بالخطر، وفي حال تأكد الأهل من خطورة الموقف يسارع بالاتصال بغرفة عمليات الشرطة. كما يتمتع برنامج حمايتي بخاصية التواصل بين الأهل والأبناء ومتابعة سلامتهم على مدار الساعة. يمكن دوما للوالدين عبر برنامج حمايتي تحديد الموقع الجغرافي لأطفالهم. تطبيق حمايتي أداتكم لضمان التواصل مع أبنائكم ومتابعة سلامتهم. معا نعمل لضمان سلامتهم. إذن أخبار الدار ما تزال متواصلة، ابقوا معنا حيث تتابعون بعد الفاصل. وفد من القيادة العامة لشرطة الشارقة يقوم بزيارة مدارس الإمارة بهدف توعية الطلاب. وهذه عودة جديدة نواصل فيها تقديم ما تبقى من أخبارنا، فمرحبا بكم. قام وفد من إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بزيارة عدد من مدارس الإمارة لتوعية الطلاب وتوزيع هدايا ومعطيات توعوية للطلاب. روضة القرائن كانت محطة لوفد إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة الذي قام بجولة على المدارس بمناسبة العام الدراسي الجديد بهدف توعية الطلاب وكسر حاجز الخوف من الشرطة، حيث قام الوفد بتوزيع هدايا تذكارية على أطفال الروضة. الهدف الأول هو ترسيخ الثقافة المرورية لدى الأطفال، يعني نستقبلهم في العام الدراسي الجديد، تعرف الصغار يمكن أول يوم شوي فيهم ربكة وكذا، فنستقبلهم الشرطة عشان تخف الرهبة هذه من الشرطة، نعطيهم هدايا تخص المدارس، ونفس الشيء في بروشورات توعوية لأولياء الأمور
يعني هو يودي الكيس عند ولي الأمر في البيت يشوف حقه هو بعد توعية مش حق الأطفال بس. أنا استنسى أن الشرطة أعطاني الهدية شكرا. قلت اليوم استانسة؟ هي ليش مستانسة؟ أنا الشرطة أعطاني هدية. أنت مستانسة اليوم؟ هي ليش مستانسة؟ عشان الشرطة أعطاني هدية. أجواء جميلة في بداية العام الدراسي الجديد تبشر بسنة دراسية جميلة لأبنائنا، حيث أعدت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع إدارات المدارس كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب. أولا أهنئ الجميع بالعام الدراسي الجديد، إن شاء الله عام دراسي موفق للجميع، لأولياء الأمور، للطلبة، للأطفال. الحمد لله نحن بدينا بالعام الدراسي وكان الأجواء كلها مهيئة، التكييف، الصيانة، الحمد لله، ونحن سوينا لهم برنامج كامل مرحبا مدرستي بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية ومن بينهم شرطة الشارقة. ما شاء الله احنا اليوم في ثاني يوم دراسي في سنة 2015 بوجه عام، يعني ما شاء الله الطلاب يعني مستقرين والدراسة يعني الحمد لله رب العالمين في استمرار يعني، وشرطة الشارقة ما شاء الله دائما متواجدين ويانا، وهذا وايد شيء جميل لأن الطفل يعني كسر الحاجز بينه وبين الطفل. هكذا هي الصورة في مدارس الشارقة استعدادا للعام الدراسي الجديد، عام بدأ بالحب والود وسينتهي بإذن الله بالنجاح والانتقال لمرحلة دراسية جديدة. مرحبا مدرستي، بهذه العبارة استقبلت مدارس الشارقة الطلاب في عام دراسي جديد، نسأل الله التوفيق للجميع. لأخبار الدار، محمد الهنيامي من روضة القرائن بالشارقة. إلى ذلك أكد سعادة العقيد أحمد بن درويش مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن الإدارة تسعى مع بدء العام الدراسي الجديد لتيسير انسيابية الطريق والتقليل من الحوادث والاختناقات المرورية تماشيا مع استراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة من خلال ضمان الاستعداد وتوفير الاستجابة السريعة والفعالة لكافة حالات الطوارئ المحتملة واستثمار الموارد البشرية بما يحقق الاستفادة القصوى منها. ولتسليط الضوء أكثر معنا عبر الهاتف سعادة العقيد أحمد بن درويش مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة. سعادتك مرحبا بك. مرحبا وسهلا، ونهني الإخوان أولياء الأمور وكافة الأجهزة التعليمية بقدوم العام الدراسي الجديد إن شاء الله. نعم سعادتك، وضعتم خطة متكاملة لمراقبة حركة الطرق وانتشار الدوريات، دوريات الإنجاد والإنقاذ على مستوى مدينة الشارقة في الفترة الصباحية، حدثنا عن ذلك. طبعا احنا قبل بداية اي عام دراسي دائما هناك تحدث بعض الاجتماعات عندنا لمعرفة اماكن الازدحامات المرور المتوقعة خلال العام الدراسي اللي يكون جاي، وطبعا من بداية شهر اغسطس الحمد لله الخطة كانت معدة وتوجيهات سعادة القائد العام، ولله الحمد تم كذلك الاجتماع مع بعض الشركاء اللي معانا في موضوع الشارع المروري خاصة هيئة الطرق والمواصلات وشركة ساعد والإسعاف الوطني، جميع الجهات حقيقة دائما نشاركها معنا في وضع الخطة حيث أن يكون هناك انسيابية في حركة السير والمرور وما تحدث بعض الازدحامات اللي تصير من فترة إلى أخرى، وإن شاء الله الجميع على أهبة الاستعداد. نعم، ماذا عن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للقيادة العامة لشرطة الشارقة؟ طبعا مثل ما أسلفت الذكر احنا منذ سنوات حقيقة نقوم بالتنسيق معهم، وفي منتصف شهر أغسطس حدث اجتماع ولقاء كبير مع الإخوان الشركاء طبعا اللي أنا ذكرتهم، وفعلا الكل قام بواجبه نحو تسهيل حركة السير وإعداد بعض وتعديل بعض الطرقات لتسهيل حركة السير والمرور بشكل عام في مدينة الشارقة، ولله الحمد احنا شاهدنا في أول يوم دراسي أن هناك بعض الانفراجات في بعض الطرق نتيجة التعديلات والتصليحات اللي حدثت من بعض الدوائر، وكذلك حتى المنطقة التعليمية الحقيقة ساهموا معنا في هذا الموضوع. نعم، طيب ما هي نتائج الحملات التوعوية التي تقوم بها إدارة المرور والدوريات قبل العام الدراسي للجمهور والسائقين؟ طبعا احنا دائما ننظر للجانب التوعوي انه دور مهام في توعية السائقين او مستخدمي الشارع بشكل عام، فإدارة المرور والدوريات الحقيقة عملت محاضرات توعوية خاصة لسائقي البصات، وكذلك مع أول يوم وثاني يوم مثل ما
حطيته في التقرير أن فعلا اتجهنا لعدة مدارس لتقوية الروابط بيننا وبين أبنائنا الطلبة وكسر الحاجز اللي موجود. ولله الحمد معظم الحملات التوعوية أتت ثمار إيجابية، ونتمنى إن شاء الله أن الحس والوعي يتزايد يوم مع يوم، ونحن حقيقة الهدف واحد هو سلامة الطلبة وسلامة مستخدمي الشارع بشكل عام. بكل تأكيد نتمنى لكم التوفيق. سعادة العقيد أحمد بن درويش مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة بشرطة الشارقة، شكرا لكم على هذه الإفادة. ونصل معكم إلى فقرة التواصل الاجتماعي للتعرف على آخر ما يتداوله المجتمع من أخبار وصور، والزميلة منى المرزوقي. إليك منى. شكرا لك إبراهيم. أهلا بكم. من مواقع التواصل الاجتماعي نضع بين أيديكم أبرز ما تم تداوله في الشأن المحلي، والبداية من تويتر ومن حساب وكالة أنباء الإمارات وام، وهذه التغريدة: أدنوك للتوزيع تمدد موعد بيع اسطوانات الغاز المسال بواسطة بطاقة رحال لغاز إلى 17 من سبتمبر المقبل. وفي التغريدة التالية من حساب هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث تنعى هيئة الخدمة الوطنية وفاة المغفور له بإذن الله المجند علي خليل عبدالله الحسني إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة ليلة أمس، وتتقدم الهيئة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد، سأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. ننتقل إلى موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام، وفي اخترنا لكم من حساب الشيخ سيف بن زايد آل نهيان هذه الصورة التي عرضها خلال زيارته لمدرسة الشيخ حمدان بن زايد الحكومية معلقا عليها: ويا عيالنا البيت متوحد، في عيونهم نار غد مشرق، ترسمه براعم تنبض بالأمل، سلاحها الهمم، العلم نور، وهم نور مستقبلنا. وصورة أخرى اخترناها من حساب الهيئة العامة لشؤون الإسلامية والأوقاف تفيد باللقاحات اللازمة أخذها قبل موسم الحج، لقاح الإنفلونزا الموسمية، حيث ينصح به وبشدة للوقاية من مرض الإنفلونزا الموسمية. وإلى آخر الأخبار العاجلة من خدمة أخبار تلفزيون الشارقة، وهذا الخبر نقلا عن هيئة المعاشات: التعديلات المقترحة على قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1977 ما زالت قيد الدراسة، وما يثار في الصحف ليس دقيقا، وهناك مشروع مطروح من الجهات العليا المختصة هدفه تطوير أنظمة المعاشات في الدولة، كما وأوضحت بأن ما تروج له بعض الصحف حول تعديل القانون المعاشات يدفع المواطنين لتقديم استقالاتهم، مما يؤثر على مستحقات نهاية خدماتهم. مشاهدين ومستمعين، ختامنا بقي أن نذكركم بمشاركتنا أخباركم وصوركم بإرسالها عبر مواقع التواصل الخاصة بنا كما هي ظاهرة أمامكم. والآن عودة للزميل إبراهيم لنتابع بقية أخبارنا. شكرا لك منى. أطلقت إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة برنامج ألفة، الذي يهدف لتطوير الثقافة الزوجية الراقية لبناء أسرة مستقرة، حيث بدأت دورتها بباقة الجوري الخاصة بالمتزوجين. من منطلق الاهتمام بالأسرة وتحديدا المشكلات الأسرية التي تقع على عاتق الزوجين، أطلقت إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة برنامج ألفة، الذي يهدف لتطوير الثقافة الزوجية الراقية لبناء أسرة مستقرة، حيث يستهدف البرنامج المرأة والرجل، ولن يكون مقتصرا على المتزوجين فقط بل المقبلين على الزواج أيضا. هدفنا الاستراتيجي هو بناء أسري متماسك، ويعني نقوي العلاقات الزوجية طبعا، اللي هو يخدم الهدف الاستراتيجي. تستهدف المرحلة الأولى فئة المقبلين على الزواج من خلال تقديم دورات وورش عمل متنوعة، سواء كانت من الناحية القانونية أو الحقوقية وحتى الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية، حيث ستتم توعيتهم بكيفية تأسيس أسرة مستقرة واعية وتعزيز الثقافة الزوجية، إضافة إلى ترسيخ مبادئ التواصل الفعال بين الزوجين في مواجهة الخلافات وطرق التعامل مع الأبناء لتخطي ما يتعرضون له من مشكلات وعقبات، تعزيزا للاستقرار والتناغم الأسري.
هذه الدورة مخصصة لطبعا المقبلين على الزواج والمتزوجون وكل من يريد أن يصلح حياته الزوجية بإذن الله تعالى، وهي تعتبر مدة الدورة 3 أيام، وفي كل يوم إن شاء الله حيكون عندنا جلستين. الجلسة الأولى حتكون اليوم إن شاء الله نتكلم عن إدارة الحياة الزوجية بالاختلافات بين الرجل والمرأة، كيف يفكر الرجل كيف يفكر المرأة. كذلك حنتكلم في الجلسة الثانية عن الخلافات الزوجية، وهذا أمر طبيعي يحصل في كل الأسر، كيف ندير الخلافات الزوجية بشكل إيجابي. من خلال هذه المبادرة يسعى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى إعداد وتنفيذ استراتيجية الأسرة في إمارة الشارقة كجزء من مهامه ومسؤولياته الرئيسة في السياسات الأسرية المتعلقة بتمكين الأسرة في الشارقة من خلال تعزيز دورها كوحدة أساسية في المجتمع. برنامج ألفة، هذا البرنامج الذي تسعى مراكز التنمية الأسرية لتحقيق الترابط الأسري وتعزيز المسؤولية الأسرية لدى كافة أفراد الأسرة. لأخبار الدار، هويدا الشرقي، الشارقة. وقعت شركة الشارقة للبيئة الشركة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط والحائزة على عدة جوائز في مجال إدارة النفايات على مذكرة تفاهم مع إدارة الدفاع المدني في أم القيوين، وتهدف المذكرة لزيادة سبل التعاون المشترك بين الجهتين لتشمل المزيد من برامج التدريب والوقاية التي ستقدمها بيئة للعاملين في الإدارة، مما يتيح الفرصة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل مميز بما يتناسب مع أعلى المواصفات والمقاييس العالمية. ختام أخبار الدار، نلتقيكم مجددا عند 12 منتصف الليل. شكرا لطيب المتابعة، وإليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. محمد بن زايد يستقبل الرئيس الغيني الذي يقوم بزيارة عمل للدولة، ويناقشان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية. اللجنة الوطنية للانتخابات تنشر القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2015. وزارة الداخلية تجدد دعواتها إلى الآباء والأمهات لاستخدام تطبيق حمايتي للتواصل مع الأبناء على مدار الساعة.